نعم. أبو عيسى من الدمام حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على هذا البرنامج الطيب وأشكر كافة المتصلين وسماحة الشيخ عبد الله الله يعطيك صالح. الله يعطيك. رفع صوتك يا أبو عيسى. أبشر. السؤال الأول، طال عمرك كثر الحديث عن أشراط الساعة وعلاماتها بما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فحبذا لو تذكر لنا يعني خمسة من أشراط الساعة الصغرى والكبرى فيما جاء في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب جزاك الله خير. يسأل عن بعض من أشراط الساعة حفظكم الله. أشراط الساعة علاماتها التي تدل على قرب وقوعها، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وعلامات الساعة كثيرة، منها ما حصل وانتهى، ومنها ما هو مستقبل، والله المستعان وهو قريب. من ذلك خروج المسيح الدجال والفتنة التي معه، ومن ذلك نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال ويريح المسلمين من شره ويحكم بالشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيحصل منهم ضيق وشدة على المسلمين، ثم إن الله يهلكهم ويريح المسلمين من شرهم كما جاء في الحديث. ومنها طلوع خروج الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، هذا من أكبر علامات الساعة. نعم.